السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الفتح سورة مدنية لأنها نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وقصة الحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة. فلما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت ثم مالوا إلى المهادنة والمسالمة، فنحر النبي صلوات الله وسلامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج قاصدا للعمرة ولم يخرج قاصدا لقتال. فلما صدوه ومالوا إلى المصالحة وإلى المهادنة صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وأحل عليه الصلاة والسلام، ونحر الصحابة وأحلوا على تكره من بعضهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وآخرون كانوا على كره شديد على النحو الذي سيأتي تفصيله. ففي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم في عودته نزلت هذه السورة العظيمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله جل وعلا بذلك. لذلك لما اعترضه عمر رضي الله عنه فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني. فإذا السورة مدني، لأن الأحداث أحداث كلها في السنة، نزول السورة كاملة السنة السادسة من الهجرة. تسميتها بسورة الفتح كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك ما رواه أحمد والبخاري ويا مسلم من حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره، عام فتح مكة، وكان في السنة الثامنة. قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح، فرجع يعني سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. فرجع فيها يعني كان يردد النبي صلوات الله وسلامه عليه آياتها وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام. قال معاوية رضي الله تعالى عنه: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم قراءته صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد من الحديث أن السورة سميت بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تسميتها بذلك لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: إن فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا سمى الله جل وعلا صلح الحديبية فتحا؟ سوف يعني سوف نتحدث عنه، لكن أولا لابد أن نعلم يعني ما هو الجو الذي نزلت فيه هذه السورة. بداية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من زيارة البيت الحرام منعا تاما، حتى في الأشهر الحرم، على أن عادة العرب أنهم يتقاتلون بينهم، لكن متى يعني دخلت الأشهر الحرم والأشهر الحرم ثلاث متواليات وشهر مفرد، أما الثلاث المتواليات فذو الحجة فذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والشهر الرابع هو رجب الذي يسبق شعبان، رجب مضر، لأن البعض كان يسمي رجبا شهرا آخر، لكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجب مضر الذي يسبق شعبان. فكان من عادة العرب أنه يتقاتلون بينهم، لكن متى دخلت عليهم الأشهر الحرم كانوا يعظمون هذه الأشهر، ولذلك إذا دخلت هذه الأشهر على العرب اجتمعوا في بيت الله حتى يجتمع المرء مع قاتل أبيه وأخيه فيلقاه في الحرم فلا يتعرض له، لأنهم كانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم جدا حتى في جاهليته. ومع ذلك هم خرجوا عن هذه يعني عن هذا الذي كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصدوه عن البيت تماما، لا يصل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من المؤمنين إلى البيت، لا في الأشهر الحرم ولا في غيره. وكان من تدبير الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا أرى نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه سيدخل المسجد الحرام وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بها، واستبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام 6 في ذي القعدة، خرج معتمرا قاصدا البيت، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله، لم يقصد أن يحارب أحدا، وإنما قصد زيارة البيت وأداء العمرة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من الأعراب ممن حول المدينة،
فتخلف الكثير منهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه من المهاجرين والأنصار، وتخلف عنه الأعراب كما سيأتي تفصيل الكلام، يعني تفصيل يعني ذم الله جل وعلا لهؤلاء، نعم، وبسبب النفاق الذي في قلوبهم. لذا قال جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا يلبس ثياب الإحرام، اعتمر من ذي الحليفة، بينه وبين المدينة يعني حوالي 20 كيلومتر، ومعه أصحابه، وساقوا معهم الهدي. قد يقول قائل: طيب الهدي العمرة ليس فيها الهدي، يهدى في أي وقت من العام، يهدى للبيت. فقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج معه الهدي، والهدي معلم في 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 أعناق الدواب أشعروها، نعم، بعلامات تعلم بأنها هدي، حتى إذا رأى المشركون الهدي علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، وإنما خرج عليه الصلاة والسلام إلى قاصدا البيت. وصار النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمت قريش لما اقترب من مكة، علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت، فهنا اجتمعت قريش ويعني تحالفوا فيما بينهم انهم يعني وتقاسموا فيما بينهم انهم سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت. وكان انذاك خالد بن الوليد رضي الله عنه كان كافرا انذاك، وكان هو على رأس جيش المشركين. فخرجت قريش بالعوز المطافيل، والعوز المطافيل وهم النساء والصبيان، المطافيل يعني ذوات الأطفال، يعني خرجوا معهم نساءهم وأطفالهم، والعوز اللي هي جمع عائز وهي الناقة التي تلد، وهذا بيكنى به عن النساء. فخرجوا يعني أنهم سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو حكم الأمر أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل عليهم مكة عنوة أبدا، ولا تتحدث العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليه. فلما علم النبي صلى الله عليه بذلك سأل عن طريقهم، فعلم المكان الذي هم فيه، فسلك طريقا غير طريقهم حتى لا يصطدم بهم عليه الصلاة والسلام، ونزل بالقرب من الحديبية عليه الصلاة والسلام. الحديبية موضع قبل مكة، نزل بعسفان، عسفان دي على طريق يعني بينها وبين مكة حوالي 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر على طريق المدينة، يعني بعدها الحجون. ومن هنا جاءت بقى المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين، بدأت قريش ترسل إيه؟ أناسا يفوضون النبي صلى الله عليه، فلما يروا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يأتي لقتال، وإنما خرج للبيت، نعم، يعني يعودون لقريش فتزمهم قريش، نعم. بعضهم أرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل الذي جاءكم من قوم يتألهون، يعني يحبون العبادة، فابعثوا الهدي في وجهه. فلما رأى الهدي عظم هذا الرجل الهدي ورجع لقريش، فزمته قريش كذلك وقالوا له: إنما أنت رجل من الأعراب لا علم لك. حتى أرسلوا سهيل بن عمرو، هم أرسلوا طبعا عروة بن مسعود يعني الثقفي، وقصته طبعا يعني ستأتي إن شاء الله، يعني يفوض النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأغلظ له أبو بكر القول، لأنه قال يعني لا يغرنك من حولك، وأي يعني وأيم الله إنهم لا يأتي عليك الغد إلا وهم يفرون عنك، كل الصحابة رضي الله تعالى. فأغلظ له أبو بكر رضي الله عنه القول، كان أبو بكر رضي الله عنه جالسا، وعرض مسعود الثقفي يفوض النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة ابن شعبة ابن أخيه واقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضربه بكعب السيف، يقول: أخر يدك
عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك. ويلتفت إليه عروة بن مسعود يعني الثقفي ويقول ما أغلظك، وكان مقنع ما أغلظك ويعني وما أفظك، من هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. قال أي غضة، فما زلت أسعى في سوآتك ولم أنتهي من سوآتك إلا بلمسة. أن المغيرة ابن شعبة كان قتل 13 رجلا من ثقيف، نعم من حي من ثقيف، قتل 13 رجلا قبل أن يسلم، نعم. فتحمل عروة بن مسعود الثقفي، لكن هو رأى يعني ابن أخيه وهو يضربه بكعب السيف بمقبض السيف، يقول أخر يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليه، مش هترجع لك يدك مرة ثانية، مرة جاية حتقطع حتقطع يدك. وجاء سهيل بن عمرو وفوض النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولما جاء سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم تفائل، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام الفأل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، والفأل هي الكلمة الطيبة يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام فيتفائل بها. فلما جاء، ولذلك الفأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل وينهى عن الطيرة، والطيرة بمعنى التشاؤم. والفرق بين الفأل وبين الطيرة، الفأل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وثقة به ويقين في الله سبحانه وتعالى وتعظيم لله سبحانه وتعالى، يعني هذا الفأل يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. لما سمع لما جاء سهيل بن عمرو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سهل لكم امركم، تفاءل باسم سهيل ابن عمرو. والطيرة تشاؤم، واحد ماشي على الطريق مثلا، واحد يسير على الطريق فوجد حادثة فتشاؤم فرجع، هي هذه الطيرة المشؤومة التي ذمها النبي صلوات الله وسلامه عليه، التي تردك. فهذه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك ظننت بأن الله سيفعل بك مثل هذه الحادثة، أحسن الظن بالله، نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، فتفائل بسهيل بن عمرو رضي الله عنه، وصالح سهيل بن عمرو على شروط مشحفة يراها المسلمون مشحفة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما صالحهم، صالحهم على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود هذا العام، لن يدخل هذا العام، وأنه يعود العام المقبل. هم كانوا يقال لا يتحدث العرب أنك دخلت علينا عنوة، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكتب وأيضا مما صلحهم عليه أنه من جاءه من قريش، هم هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى 10 سنين في الحديبية دي، هذا نوع 10 سنين ويرجع من هذا العام ويعود العام المقبل، ومن جاءه من قريش مؤمنا رده إليهم، ومن جاء قريشا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه كافرا صلى الله السلامة والعافية لا يردونه إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب الصلح، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فقال له سهيل بن عمرو ما نعلم هذا، اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتب اكتب باسمك اللهم. طيب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال له سهيل بن عمرو لو علمت انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلتك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أمحي رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلي رضي الله عنه يقول يا رسول الله ما أنا بالذي أمحى، إن شاء الله أمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتنع علي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دلاني عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والأمية في النبي عليه الصلاة والسلام صفة كمال، نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لأنه لو كان يقرأ يبقى كان ممكن هذا العلم الذي وهبه الله تعالى قرأه في كتب السلف، كتب متقدمة. فكانت الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم، في غير النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذم
الأمية في غير النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذم، لكن في النبي عليه السلام لا، صفة كمالا، وحتى لا يشك الناس في الدين. نعم. عمر رضي الله عنه وحيرجعوا بعد أن أحرم. عمر رضي الله عنه، وعمر معلوم عمر رضي الله عنه، يأتي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا اشتد عليه الأمور جدا، وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله تعالى بيننا وبينهم، يعني احنا خلينا قتلهم، هيصدونا عن البيت نقتلهم. العرب كانوا عندهم أنفة وعندهم مروءة العربي. أم سلمة رضي الله عنها خرجت لما هاجر يا زوجها، فخرجت هي، لم يتركها، يعني تركتها قريش تخرج، فرأها رجل من المشركين، قال ما لهذه مترك؟ خرج معها من مكة إلى المدينة 500 كيلومتر يمشي معها يوصلها للمدينة، ولم يكلمها كلمة واحدة، وكان إذا أراد أن تستريح أناخ لها البعير وتنحى، هو كافر. ثم يأتي بعد أن تستريح وتركب، يأتي يأخذ البعير وصيف. العجب ليس هذا 500 كيلومتر لا يكلمها، أعجب من هذا أنه لما يصل إلى المدينة لم ينتظر مثلا كلمة شكر. من يدخل المدينة وأوصل هذه المرأة، قال لها هذه مدينة زوجك، وقفل راجعا 500 كيلومتر مرة ثانية. فلذلك هنا تعلم لماذا اختار الله جل وعلا هذه البيئة، حتى تكون حاضنة للنبوة وتكون حاضنة لهذه الرسالة الخاتمة. تعلم صفات هؤلاء. تظهر الآن أناسا سبحان الله، انظر مروءة العربي، مروءة العربي منعته، ما لم يكن هناك إسلام، بس المروءة منعته ان هو يتركها. نعم. يعني فإذا علمت ذلك فانظر إلى كيف يعني ضاعت المروءة بين أهلها من المسلمين، فيتعرض للنساء ويعني ينال من كرامتهن ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أشباه رجال ولا رجال. فهنا عمر رضي الله عنه يعترض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عمر إيه يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني. هو الله جل وعلا أمر بذلك أنه يرجع ويعقد هذا الصلح مع ما فيه من إيه، مع فيه من شدة ومن البلاء أنه جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، جاء مسلما، وهنا والصلح بيكتب، فجاء أبو جندل مسلما، أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، قال هذا أول رجل، يعني لقد تمت القضية بيني وبينك، وهذا أول رجل حتى يترد إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصالح سهيل اتركه لي، قل له أبدا ابنه، وقام وعنفه ولطمه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يفوت سهيل ابن عمرو على أبي جندل يتركه له، وسهيل ابن عمرو أبدا ما يريد هذا الأمر، لا بد يأخذه. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم معه، وعمر رضي الله عنه أيضا يرى مثل هذا، فيمشي بجوار أبي جندل، ها، يعني السيف يعني إيه بجوار أبي جندل، ويكلمه يقول له هؤلاء إنما هؤلاء مجرمون، وإن دم هؤلاء دم يعني وإن دماء هؤلاء كدماء كلب. نعم. ويعرض له السيف كده، وابو جندل ايه فيقول فظن عمر بان الرجل ظن بابيه، مع ان هو كان يعني ممكن خذ السيف وضربه، وكان ابو جندل رضي الله عنه لا ياخذ السيف حتى لا يغفر ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا جندل، إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا، أنت وغيرك من المستضعفين في مكة. الكلام ده شد جدا على عمر رضي الله عنه، وعلمتم ما فعلتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرهم أنهم يعملوا إيه؟ ينحروا الهدي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ينحرون الهدي، أن ينحروا الهدي، فلم يقم منهم ولا واحد. هاتين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحسبوا فينحروا الهدي ويحلوا، ما قام منهم أحد. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام أمه مغضبا، ودخل على أم سلمة رضي الله عنه، وهنا كانت محنة عظيمة جدا، لأن هذه على شفا هلكة. كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم لا يطاع في ذلك؟ فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال: ألم تري ماذا فعل الناس؟ وقص عليها. فأشارت علي أم سلمة، أشارت علي أم سلمة رضي الله عنها برأي: وهذه المرأة الحصيفة التي تعين زوجها، التي تعين زوجها، والتي يحتاج إليها زوجها في المهمات. قال: تخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكلم أحدا، واعمد إلى الحلاق يحلق رأسك. هم الصحابة رضي الله عنهم هم امتنعوا، خافوا إن على أمل إنه ينزل قرآن يعني يرد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصلح. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم احدا، وعمد الحلاق فحلق له راسه، فكادوا يتقاتلون على الحلاق، كاد يقتل بعضهم بعضا من التزاحم الحلاقه. لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم حل يبقى الموضوع انتهى. والحمد لله من فضل الله جل وعلا على هذه الامه، رحم الله هذه الامه وحفظها ببركه يعني راي ام سلمة رضي الله تعالى عنها. ولذلك احيانا تكون راي امراه ابرك من كثير من اراء كثير من الرجال. المهم في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم في من هذا، بعد هذا كله تنزل هذه السوره الكريمه، ويسمي الله جل وعلا صلح الحديبيه فتحا. طبعا لما ذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، وذهب لابي بكر رضي الله عنه، ابو بكر رضي الله عنه اعلى من عمر، قال له مثل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا عمر، قال: يا ابن الخطاب، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه ولن يضيعه. نفس كلمة النبي عليه السلام قالها أبو بكر رضي الله عنه. فنزلت هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. لماذا سمى الله جل وعلا صلح الحديبية فتحا؟ هذا ما نكمله إن شاء الله، إن شاء الله جل وعلا في الغد حين نشرع في تفسير هذه السورة تفصيليا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.